كان في زعيم عصابة عنده عبد يخاف الله دايما يقول الله صالح. في يوم خرج يصطاد هجم عليه وحش مفترس. العبد نجح يقتل الوحش لكن كان أكل صابع من صوابع سيده. سيده يقول له إزاي تقول الله صالح؟ ليه يسمح إن صابع يتقطع؟ قال له رغم إن ما فهمش ليه سمح بكده لكن الله صالح. قال له بتستهزأ بي ارموه في السجن. بعد 3 شهور خرج يصطاد لوحده. دخل وسط قبيلة من أكل لحوم البشر. خدوا لزعيمهم عشان يقدموا أضحية لآلهتهم وعشان بعد كده يشووا ويأكلوه. أول ما الزعيم شاف صبعه مقطوع قال ما ينفعش نقدم أضحية ناقصة اطلقوه. طول ما هو ماشي يهتف الله صالح أراح خرج العبد بتاعه وقال له أنت صح لكن اللي أنا مش فاهمه ليه سامح إن أرميك في السجن؟ قال له يا سيدي ما هو أنا لو كنت معاك كان زمانهم أكلوني أنا. مهما كانت ظروفك صدق إن الله صالح وبيحبك.